السفير عادل يرحب فيكم يا اخوان. اليوم عندنا يا اخوان وش موضوع بسيط، يعني في اخوان دوري للعبة المشهورة كول اوف ديوتي فانغارد. طيب هذه البطولة عادل وين بتعرض ومتى؟ لان ليش سفير الاتحاد السعودي؟ عشان اعلمكم يا اخي، يوم 19/5 راح يكون الدوري السعودي، وفي تصفيات بتكون موجودة بتاريخ 18/3. فاللي يبغى يتابع واللي يبغى يشوف واللي يبغى، انا ابغى اشوف مهتم بهذه اللعبة، ابغى اشوفها. بحط لكم رابط تحت يا اخوان، رابط الاتحاد السعودي، اللي يبغى يشوف يبغى يستانس يبغى مهتم باللعبة مهتم بالاشياء، الرابط تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم. طبعا يا اخوان اليوم ما في فيفا، ما في ردة فعل، اليوم شيء جديد، يعني حاجة يمكن تصير سلسلة يمكن ما تصير سلسلة. المرة هذه يا اخوان عندنا انبوكسينج، وبوريكم بعد وشو السيت اب القديم، يعني هو نفس السيت اب بس بيصير فيه بي سي يسار، يعني ما في شيء تغير. فاذا عجبك المحتوى عجبك شيء سبسكرايب لايك شير، يعني فرفشة لطيفة خفيفة. فخلونا نبدا يا اخوان، ولا دقيقة خلني اوريكم يا اخوان الان، اوريكم بصور لكم بالجوال عادي، يعني الوضع فكك. اوريكم شلون السيت اب حق القديم. طبعا يا اخوان زي ما تشوفون هذا السيت اب كامل، يعني في سكين هنا يا اخوان عشان بنفتح الاغراض بعد شوي، اضاءه كاميرا شاشه 4K، شاشه الثانيه حقت اللابتوب، اسلاك هنا حوسه، وورا في قطعه الجاتو، وهنا في احتماليه انك تموت يعني نسبه عاليه، يعني لو زي ما تشوفون. طبعا مارك هنا يا اخوان عشان احط رجليني. طبعا هنا يا اخوان زي ما تشوفون نسبه احتماليه كبيره انك تموت، يعني احتماليه كبيره جدا يعني وارده انك تموت. فبوريكم ايش جبنا وايش ما جبنا. طبعا يا اخوان اول طلبيه وش ابوريكم، الله اكبر ايش هذا يا عادل؟ شوفوا يا اخوان ما ادري يبين لكم ولا لا، بس هذا يا اخوان توصيله محول اللي تسمونه. طبعا تشتري اغراض غاليه وتشتري اغراض ما ادري وشو، ثم تسوي نفس الحركه اللي اسويها انا تحت قبل شيء زي ما وريتكم كذا، انت بتدمر اغراضك، ممكن يصير فيك كهرب التماس شيء وتخرب اغراضك. فاشتري لك واحد يعني محترم في عدد كثير من المداخل وضبط امورك. ولك افتح صراحه، احلى شيء فيه انه يكون كذا واقف يعني فهمتوا. ف هذا اول حاجه فيه الظاهر اللي كم مدخل 7000 مدخل، يعني على القرايت بامازون انه امن يعني ان شاء الله، وانه يفصل اذا في حراره، وفي مداخل يو اس بي، ف اموره طيبه ان شاء الله. هذا اول شيء يا اخوان. طيب الحين وش اللي بعده؟ طبعا يا اخوان هذا كيس، هذا كيس كبير يا اخوان، انا ايش سالفته ابغى اوريكم. هذا يا اخوان تعرفونه السلك حق النت اللي تشبكه من النت على مثلا البي سي حقك ولا على البلاي ستيشن حقك ولا على اللي هو الزبده، هذا سلك انترنت. طيب هذا ايش يا عادل؟ والله ما ادري وش هذا، وش ذا؟ شيء غريب يا اخوان والله اني ما ادري وش ميزان ذا، ولا والله اني ناسي وش ذا يا عيال. عرفت، تعرفون يا اخي تعرفون ذا اللي الظاهر تحط جوالك عليه ويشحن؟ اتوقع ان هذا هو. دقيقه خلينا نجرب، بس انا ما ادري ايش حجمه، هذا كبير مره، فخلونا نجرب. والله ما ادري وش ذا يا عيال، شاحن ذا ولا زرفوني؟ خلينا نطلع الجوال يمكن كفر مسبب مشكله، انا ما ادري. اي والله شاحن، طلع لازم تشيل الكفر، يمديك تحطه باي مكان بالمربع ذا، اي مكان اسوي يبين اي مكان بالمربع لا يشتغل. شوف شوف حلو، الظاهر لازم يكون على الارض شباب. حلو حلو حلو، بس شعال كبير مره يعني ما اتوقع اني بستعمله. فا اول منتج، ثاني منتج ذا ما نحسبه، خلينا نشوف اللي بعده. سلك انترنت ثاني، هذا يا اخوان يو اس بي 3 هب 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 هبابي، الزبده انه يعطيك اكثر من مدخل يو اس بي، ما مو مهم. طيب اللي بعده، اوف اعطوني ميداليه يا اخوان. وش ذي؟ شيء رهيب صراحه. سلك اتش دي ام اي، طبعا مكتوب ديفو يعني نسوي له اعلان على عيون الشباب. سلك اتش دي ام اي، طبعا يا اخوان هذا انت شريت كيبورد صحيح؟ طيب طبعا يا اخوان كيبورد هذا ما ادري وش هو، ولا ادري وش مصدره، ولا ادري وش هو، ولا بس يبدو انه كيبورد يعني اهم شيء اكتب. انا كيف اختبر جوده الكيبورد؟ انا اعلمكم. ايه لا لا كويس كويس. طبعا يا اخوان كيبورد انا ما ادري شلون اكتب عليه صغير، بس حلو حلو كيبورد يعني ما ادري وش صراحه، زبد الظاهر يطلع انوار، انا ما ادري شفت انوار وشفت رخيص قلت تعال.
باقي لنا يا اخوان اخر كيس ثم على البي سي. طيب اخر كيس، اخر كيس ذا يا عيال اهم كيس اتوقع. شقيده هذه يا اخوان قطع شريتها عشان الكيبل مانجمنت. اخوان كيبل مانجمنت يا اخوان يعني ان ترتيب الاسلاك، يعني رتبها بحيث ما تكون مخفيه زي ما وريتكم يا اخوان قبل، الاسلاك معبيه هنا. هذا حق التوصيله مو مهم. اوه هذه القطعه يا عيال حلوه للي عندهم سماعات وكذا، تحطها تحت بالطاوله وتصير زي كذا، تحط سماعتك هنا والسماعه الثانيه هنا، فشيء ممتاز عشان توفر مساحه على الطاوله. هنا هذه زي الشنطه زي ما تشوفون يا اخوان، تلف فيها الاسلاك مع بعض، يعني تخليها كذا تجمع الاسلاك مع بعض ووب وتعطيها لفه، فشيء حلو للكيبل مانجمنت. يا الله هذا يا اخوان شيء رهيب، والله شيء رهيب يا عيال. تاخذ منه شوي وتقص وتلف السلك على نفسه، مو على نفسه، مثلا تجمع 10 اسلاك مع بعض وتلفها على بعض كذا، يعني بشريط زي كذا لاصق، ويجي شوف هذا الظاهر يكفي لك 10 سيت ابات، صراحه شيء رهيب، بيفيدنا بالكيبل مانجمنت. هذه يا اخوان زي ما تشوفون، ما ادري يبين لكم ولا لا، بس انك مكان الفتحه دي تحط السلك وتثبته على الطاوله، عشان ما يكون في سلك كذا مليان يتحرك عندك ولا اسلاك بكل مكان، لا، كل سلك انت مثبته على الطاوله، يعني تعرف وين مكان، جاي منه ثلاث قطع، فحلو. طيب عاد الحين خلصنا احنا. البي سي، البي سي وصل. انا الصراحه ما ادري في كرتون اكبر من ذا ولا لا، يعني كرتون اكبر شيء. لا لا يا عيال لا تكفى يا عيال. طيب دام الوضع كذا خلونا نجلس اوريكم يا اخوان. انا احس بالبي سي مركب جاهز، اجي احط امه طينق واشغل، ما ادري يا اخوان ما اعرف. طبعا يا اخوان هذا كرت الشاشه، هذا كرت الشاشه يا اخوان، انا عاكس عندكم الصوره، هذا 3060 تي اي، هذا كرت الشاشه. طبعا هذا مستحيل ارميه، يعني بثبته هنا يا اخوان عشان لو رميته بضرب نفسي. يا اخوان هذا المذر بورد، بركب اسلاك وفك، والله ما اعرف يا عيال اني بادمر ام البي سي. هذا المذر بورد يا اخوان، اسوس بي 560 بلس. هذا باور سبلاي بس كنا فاضي يا ولد. ايش؟ باور سبلاي فاضي ولا مركب؟ شوف يا اخوان، لا يكون يعني مركب القطع بس انا اجي طق طق طق، يعني احط لمساتي الاخيره، شكل الوضع كذا. طيب حلو، هذا باور سبلاي يا اخوان، ما ادري وشو بس حط غير. يا الحمار يا عادل. طبعا هذا المعالج يا اخوان كور اي 5 الجيل 11. ممكن اخوان يقول والله لو اخذت الجيل الثاني، لو اخذت الاي 7، هذه كانت الميزانيه وهذه كانت الحدود، وان شاء الله مع الوقت نطور. طبعا فاضي ليش؟ لانه مرتب يا عادل يا هطف، يعني كل القطع مركب. بس المذر بورد يا ولد ايش ذا؟ مستحيل انه قطع مركبه. المذر بورد في شيء يا الحين، هو مركب ولا مو مركب؟ لان الوضع بدا يخوفني يعني. طبعا هذه معلومات يا اخوان، فاتوره والشراء كلها مركبة، يعني شوف الا والله كله مركب. كل شيء مركب يا عيال. حلو 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 حلو. كرت الشاشة خلينا نتأكد في شيء ولا لا، عشان ما له داعي ارميه يعني. بس كرت الشاشة مقصدر يعني. الظاهر انه فاضي. والله ما ادري، فيه اصوات قربعة بس ان شاء الله انه فاضي يعني. اوه جينا للكبير. طبعا انا الكيس ثقيل فاكيد انه مركب فيه الاغراض، الوضع خاص اللي يبدو لي انه مركب، فشيء كويس صراحه، خلونا نوفر له مساحه الشيخ. حلو، طاحت اضاءه على راسي، حلو. اوه ثقيل، يلا يلا يلا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي انت حبيبي حبيبي حبيبي. يا ولد انت تجلس وانا اقوم، ترى والله ما عندي مشكله. ما شاء الله كريم. والله دقيقة تفضل يا سيدي المعلمين، اجلس ريح على راحتك، يعني تبغاني تقدم عني يعني عادي، امورك كلها لك انت يا حبيبي. اخوان شوفوا، الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الكريم. طبعا يا اخوان هنا في وش يقول لك؟ يقول لك ارشادات ومدري وشو، لا تفكه الا وانت مدري ويش. سبت انه يا اخوان الموضوع طلع صعب كبير كبير ما شاء الله الكريم، ما ادري شلون بنحطه بذا المكان بالطاوله، بس بنشوف له حل. طبعا شوف عاد مخلي مسافه هنا طبعا، واذا طاح بقعد ابكي. يا اخوان بذلت مجهود، ما عاد اقدر اكمل.
يا حل ما شاء الله ما شاء الله كبير. لا كبير 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 صدق يعني. وثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. شكل التكملة بتكون يا اخوان بالانستغرام ولا بالسناب. تابعوني عاد هناك. لا ضبطت الامور لا حطيت الامور. صورت لكم ان شاء الله. ما ادري كيف بيطلع ذا المقطع يا اخوان. ملخبط ومضروب ببعض. ما ادري شلون بيطلع ذا المقطع. زبد اني ما ادري شلون بيطلع. بس انه ايش يعني من زمان الفكرة ذي ببالي يعني ودي اسويها. فالله يعطيكم العافية يا اخوان على المشاهدة للي وصل هذه اللحظة. الله يعطيك العافية جميعا ما قصرتوا. يعني لولا دعمكم ما جاء البي سي هذا يا اخوان. فلايك سبسكرايب شير تابعني حساباتي كلها. فمان كريم.